ياسمين. ايوه ياسمين يا خلف. جايه ليه؟ جايه ليه يعني؟ يا دام ياسمين جايه تزورك يا خلف. ايه؟ سيبكوا بقى عشان تاخدوا راحتكم. تعبتني وعذبتني. وحشتني قوي يا خلف. كتر خيرك. ما لحقتش تفرح بعروستك. ملياش في الفرح. أنا المفروض أكرهك على اللي أنت عملته فيا. طلقتني واتجوزت شربات، وهربت مني واتجوزت صباح، ودلوقتي اتجوزت فريدة. كل ده وأنا لسه مراتك. لا يا بنت الناس، أنت مش مرات دلوك. أنا عايز أعرف، هو أنت إيه اللي مخليك مش طايقني قوي كده؟ يا خلف، يا خلف أنا لسه بحبك. لا يا بنت الناس، أنت مش بتحبيني، أنت بتسدد يدين. وفرت برضو بحبك. ماما قالت لي ان انت جيت لي وقت الولاده وقعدت جنبي تدعي لي كتير، بس سبتني ومشيت. كنت مستنياك تفضل جنبي عشان تواسيني. هو اللي مد ده مش ابني وابنك؟ يا ريتني كنت اقدر. موته كسر قلبي وهد حالي. الله يرحمه. ده أنا ظلمتك قوي. أنا اللي ظلمتك يا بنت الناس. سامحيني لو تقدري. سامحك. أنا كنت فاكرة إن أنا جاية أدور عليك. تريني بدور على نفسي. ولقيتها وأنت السبب. يا بنت الناس، أنت اللي جواكي طيب. طبعك هو اللي يدلك على الخير. تعرف يا خلف، أول مرة نتكلم مع بعض وإحنا واعيين. كل مرة كنا بنتقابل فيها في حالة مش طبيعية. نتقابل مرة وأنا مجنونة، ومرة وأنا مجنون. أنت مجنون؟ أنت جننتني. عارف يا خلف، أنا بحس إن أنا وأنت كل واحد مننا راكب قطر غير التاني، بس بنتقابل في محطة، نقول كلمتين وكل واحد مننا يروح في سكة. والقطر اللي أنت راكباه مشرك، والقطر اللي أنا راكبه مغرب. ليه؟ ليه بتقول كده يا خلف؟ لأن هي دي الحقيقة اللي لازم تفهميها يا بنت الناس. دي آخر محطة هنتقابل فيها. توكلي على الله. هتوكل على الله، بس المرة دي مش هتعرف تهرب مني. دور عليك تهرب المرة دي. ما تبصيش وراكي، كملي سكتك. هاجي يا خلف، عشان متأكدة انك بريء. هاجي ومعايا المحامي يخرجك. ده دين في رقبتي غصب عنك. حد تقدم علشان الاعلان؟ هو احنا يا فندم بطلنا تليفونات او مقابلات؟ وكأن البلد دي كلها مفيش فيها شغل. الغريب بقى يا فندم في الموضوع ان اللي عندهم 40 و50 و60 سنه هم اللي رايحين جايين بيسالوا. تمام، عايزه فايل على مكتبي بكل المقابلات وتبلغهم من الانترفيوز خلال اسبوع. تحت امرك يا فندم. اي اوراق تانية عشان تتمدي؟ ده يا فندم. عايزه كوبي عن دول. وعموما بقى اي ورقه تتمدي عايزه نسخه احتفظ بيها. تحت امرك يا فندم. اي امر تاني؟ شكرا. ميرسي، بعد اذنك. طب تمام، جاية لك. مع السلامة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. أموت وأعرف إيه حكاية رقم اتنين دي معاك. قتلت اتنين واتجوزت اتنين، وقابلين قالوا ايه؟ جوز الاتنين يا قادر يا فاجر. انت بقى قاتل وفاجر.
صدق الله العظيم. عايز ايه؟ عايز ايه؟ مراتك الاتنين وعمك واخوك، ليه بقى مش عمينك ولا اخينك؟ فهمني. وجايبين لك معاهم زياره مكن ريحتها مسمعه لحد المديريه. بس اللي هيجنني، ليه بقى البيه المأمور يسمح بزياره ده كله؟ استنى عندك يا جدع انت. ايه رايح كده منك لنفسك؟ واقف انا كده اي كلام؟ استنى لما عدى انا. عدي. استنى عندك. ماشي. خمدوا. يا جوزي ازيك؟ يا كل دنيتي. الله يخليك. كيفك يا ولدي؟ ازيك فريدة؟ ازيك حسين؟ اقعد اقعد. اعمل ايه يعني؟ احنا بخير طول ما انت بخير يا ولدي. انا بخير. طمن. انا بريء. أنا عارفة إنك بريء، ربنا إن شاء الله يسهر براءتك. ونعم بالله، هو الحكم العدل. ليه؟ ليه يا خلف سبتهم يتمكنوا منك؟ ليه؟ أمر الله. الحمد لله على كل حال. تاخدي بالك من حالك ومن ولد اللي ببطنك. وأنت فريدة، خدي بالك من كريم وخديه وسافري. أنا هستناك وهنسافر مع بعض. اسمع اللي هقول لك عليه. خدي ولدك وشوفي لك بلد تاني. أنا قررت إن أنا أتنازل عن كل حاجة لحد. أيوة تنازل. أيوة لازم تتنازل. تتنازل ليه؟ ولا خردلة تطلع للتعبين دول، فاهمة؟ أنا مش عايزة غيرك، عايزك أنت. بعدين دي فلوسك وأنا هرجعها لك كلها. دي فلوس ولدك، ما يخصنيش منها حاجة. ازاي خلي؟ زي ما بقول لك كده. طب خلينا نساومهم بيها. ما ساومش على براءتي. انا بريء وربنا قادر يظهر براءتي. يا والد ابوي، بصمتك موجوده على السكينه. ما قصت اقول شفته هو بيقتل. قصدي يا والد ابوي اقول انا مش هشتري براءتي يا حسين. ده اخر كلام عندي. مش عايز حد منكم ياجي يزورني هنا تاني. كل واحد يشوف حاله. فريدة، خدي ولدك وسافري. وانت يا صباح تفضلي عند عمي لحد ما ربنا يكرمك وتقومي بالسلامة. انت هتفضل قاعد هنا لغاية ما اولد؟ اديهم اللي هم عاوزينه واخرجوا. قلت اللي عندي. وخدوا حاجتكم معاكم. خلف خلف، انا طبخلك الاكل ده بايدي وجايبلك في الشنطه دي غيارات. خدوا حاجتكم معاكم. سلام. خلف شوفك على خير يا علي. شوفك على خير يا علي.